بسم الله. ساعات بيبقى عندي مشكلة في الهارد إن المساحة كبيرة جدا ومفيش مكان فاضي، ومثلا لو أنا عندي في سي بلاقي الويندوز ممكن يضرب. ففي برنامج بسيط ومجاني وأوبن سورس اسمه ويندر ستيت، بيقول أنت عايز تفحص أنهي بارتيشن، تبدأ تشوف أنهي بارتيشن اللي فيه المشكلة، وليكن مثلا عندي دي، قول أوكي. فيبدأ يفحص كل بارتيشن مساحته كبيرة، هيبدأ يحط فوق بحيث يبدأ أشوف ده الملف ده مثلا لوحده عمل 83 جيجا، هل أنا محتاجه ولا مش محتاجه؟ تمام؟ يعني ممكن أكون مش محتاج خالص ألغيه، أو أنا مش محتاجه للفترة ديت أحطه على هارد احتياطي، أو في عندي مثلا أكتشف إن أنا عندي برنامج زي الأوتوكاد 2006 مثلا موجود 3 مرات على الهارد، أو في حاجات لعبة بتحتاج كبيرة جدا وأنا يعني مش مغرم بيها. فلازم إن أنت تعرف المشكلة فين وتعرف الحاجة اللي مساحتها كبيرة فين. يعني مثلا 50 جيجا، نبدأ نشوف ايه اللي فيه. ده مثلا تبدأ تشوف ايه الحاجة اللي هي عاملة لك مشكلة وتبدأ تتعامل معاها.